تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للسنة المالية ويستقبل فريق الأمم المتحدة الإنمائي. السفير باحمد يفتتح أعمال المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس 8 بجامعة ملايا الماليزية. المحافظ البحسني يفتتح مشروع تصريف الطاقة من المحطة الغازية بترو مسيلة. السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة حضرموت الفضائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اليوم قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للسنة المالية 2019، وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 165 لسنة 2018 بتشكيل لجنة عليا للموازنة العامة، لجنة الاقتصاد الكلي للسنة المالية 2019، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة. وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنة العامة للعام المالي القادم. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بعدن فريق الأمم المتحدة الإنمائي لبحث المستجدات الأخيرة والأنشطة الإغاثية والإنمائية للأمم المتحدة في اليمن. ورحب رئيس الوزراء بالفريق الأممي الذي ضم مسؤولة الشؤون السياسية للأمم المتحدة الشرق الأوسط آسيا كيم ومستشارة البرنامج التنموية ميلاني والمدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أوكي أوتيسما، بالإضافة إلى القائم بأعمال مكتب البرنامج الأمم المتحدة في عدن وليد بهارون. وأشاد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن الذي يولي اليمنيين بفاعلية في حماية واستعادة السيطرة على حياتهم عقب الآثار التي خلفتها الحرب التي شنتها ضدهم ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأكد على تعاون الحكومة مع البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفساد والفقر وتوفير الحماية والصحة والوقاية من الأوبئة والأمراض في مرحلة إعادة الإعمار في البلاد بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. من جهته أكد الفريق الأممي على العمل بشكل كبير مع الحكومة اليمنية فيما يحقق الفائدة المرجوة لليمنيين الذين بات معظمهم بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية مع تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. افتتح سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس 8 الذي ينظمه مركز بحوث القرآن الكريم بجامعة ملايا الماليزية تحت شعار إسعاد الإنسان بهدى القرآن، بالشراكة مع كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز القرآن الكريم بجامعة أم القرى، بمشاركة 12 باحث يمني ضمن أكثر من 120 باحث من 15 دولة. ويركز المؤتمر الذي ينعقد خلال الفترة من 14 وحتى 15 من نوفمبر 2018 على مجال الأبحاث القرآنية والإسلامية والتوصل إلى كل جديد في البحوث القرآنية ودراساتها وإقامة علاقات بحثية من خلال التقاء الباحثين، إذ أن رؤية المؤتمر تقوم على تقديم المزيد من الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه مما يعزز من هوية الأمة وانتمائها ويربط أبنائها بحبل الله المثين ارتباطا مباشرا ووثيقا ويجعلهم متمسكين بهذا الوحي الخالد. وخلال الافتتاح الذي بدأ بكلمة ترحيبية من رئيس المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس 8 البروفيسور دولكفل محمد يوسف، استعرض فيها المتحدث دور المؤتمر في مجال الأبحاث القرآنية والإسلامية،
وقال السفير باحميد أن نشر الوعي الصحيح والوسطي بالقرآن يسمح لنا بإعداد مستقبل أفضل، حيث يمثل القرآن المجال الأوسع الذي يمكن سير أغواره واستخراج جواهره المكنونة خدمة لكافة مجالات العلوم والثقافة. وأعرب السفير باحميد عن سعادته وهو يرى كوكبا من اليمنيين وهم يشاركون في مثل هذه المؤتمرات البحثية والعلمية، خاصة وهم يغوصون بالبحث العلمي في جوهر الدراسات والتفسيرات القرآنية التي من شأنها أن تعزز تأثير القرآن في مكانة المجتمعات المسلمة وأن تصبح قادرة على توجيه الحركة الحضارية للأمة. الجدير ذكره أن عدد المشاركين في المؤتمر نحو 120 باحث وباحثة من 15 دولة، وشاركت الجمهورية اليمنية ب 12 بحث، وجاءت البحوث في 3 لغات: العربية والماليزية والإنجليزية. حضر الافتتاح عميدة الدراسات الإسلامية في جامعة ملايا الدكتورة ريحان عبد الله، والملحق الثقافي السعودي في ماليزيا دكتور خالد المطلق، والبروفيسور الدكتور يحيى محمد المشرف العام على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن بجامعة أم القرى السعودية. افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني ومعه وكيل حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري مشروع تصريف الطاقة من المحطة الغازية بترو مسيلة بمدينة سيون بتمويل من السلطة المحلية والمؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت وشركة بترو مسيلة وتنفيذ شركة المروج لخدمات حقول النفط والغاز. ونفذت شركة المروج توريد مواد التمديدات لأجزاء كبيرة من المشروع الذي تم تنفيذه على مرحلتين، شملت الأولى منه إنشاء خط هوائي 33 كيلو فولت لتصريف طاقة إجمالية تقدر بحوالي 14 ميجا لمحطة القطن ووادي بن علي التحويلية وضواحيها. وتم كذلك خلال المشروع في مرحلته الثانية مد كيبل أرضي 33 كيلو فولت من محطة بترو مسيلة إلى الخط الهوائي المغذي لمحطة جثمة التحويلية بطول 500 متر. حضر الافتتاح عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمكاتب التنفيذية ومدراء القطاعات بترو مسيلة ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بوادي وصحراء حضرموت المهندس عبد القادر الجنيد ومدير عام شركة المروج المهندس عبد الله عمر المعاري. قام وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون بالاطلاع على سير الدراسة بالثانوية باحثة للبنات بمديرية الشحر. وخلال جولته التفقدية بمعية الأخ وليد عوض صياد مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية، حث الوكيل عبدون الطالبات على بذل جهود كبيرة في التحصيل العلمي والاعتماد على النفس في مواجهة الاستحقاقات الاختبارية الشهرية والفصلية والنهائية، مؤكدا حرص قيادة التربية والتعليم بالمحافظة بتوفير الإمكانات والمستلزمات والاحتياجات من مختبرات علمية وقاعات حوسبة وأثاث مدرسي بدعم وتمويل من قبل الراعي الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، موجها الإدارة المدرسية بضرورة الاستفادة القصوى من هذه الإمكانات بما يخدم تحسين الأداء داخل حجرات الدرس وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي في قاعات المختبرات والحاسوب، منوها إلى أهمية تحفيز الطالبات لحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية. وعلى صعيد الاحتفال بمئوية مدرسة مكارم الأخلاق التاريخية بمديرية الشحر، التقى وكيل الوزارة بإدارة المدرسة وهيئة التدريس لمناقشة الخطة المقترحة والبرامج النوعية التي ستنفذ أثناء الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس هذه المدرسة التاريخية كأول مدرسة نظامية في حضرموت تخرج فيها العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والأدبية والإبداعية والرياضية والفنية والمسرحية الذين أثروا مجالات الحياة الحضرمية منذ مطلع القرن العشرين، ولم تزل الأجيال تتوالى من هذه المدرسة لترفد المجتمع بطاقات إبداعية متنوعة، منوها إلى ضرورة التدقيق في الخطة البرامجية المقترحة للاحتفال.
اختتمت بمدينة المكلا أعمال ورشة العمل النوعية الخاصة بموظفي القطاع الخاص والمتعاقدين بين الحقوق والواجبات التي استمرت على مدى يومين وعقدت برعاية كريمة من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سلمين البحسني، ونظمت من قبل السلطة المحلية بالشراكة مع مؤسستي الخريجين والعول التنمية. وقدمت في الورشة عدد من الأوراق من قبل ممثلين عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات ومكتب النقابات العمالية والهيئة العامة لتأمينات المعاشات، تمخضت مجملها في الجوانب التي تهتم بحقوق وواجبات العاملين بتلك المرافق الحكومية والخاصة ووفقا للقانون. وكان وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة دكتور سعيد عثمان العمودي قد حضر افتتاح الورشة وأشار إلى أهمية انعقادها، خاصة جانب تعريف العاملين في القطاعات الخاصة بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون. اختتمت اليوم الأنشطة الرياضية للمعاهد المهنية والتقنية بساحل حضرموت بالمعهد المهني الصناعي بجول مسحة. وفي الاختتام أوضح الدكتور سعيد عثمان العمودي وكيل الساحل والهضبة أن التعليم المهني هو الأبرز في الدول الغربية والعربية، ودعمه يعد من الأولويات، لذلك يتوجب علينا دعمه بكل الوسائل الممكنة وبذل قصارى الجهود للرقي بمستوى مخرجاته. وخلال اختتام البطولة الرياضية افتتح الوكيل العمودي ومرافقو الملعب الرياضي للمعهد المهني الصناعي بجول مسحة، وشهد منافسات البطولة في تنس الطاولة والشطرنج وكرة الطائرة، وطاف بالمعرض الخاص بمنتوجات الفتاة والمشغولات اليدوية، مبديا سعادته لما شاهده من نتاجات حضرمية ماهرة يشار إليها بالبنان. هذا وتم تكريم المشاركين في البطولة بشهادات وميداليات وكؤوس للفائزين، وتم أيضا تكريم الأخت ليلى الشعيبي من قبل إدارة الأنشطة الطلابية بمكتب الوزارة والمعهد المهني الصناعي بجول مسحة وشعب التعليم بغيل باوزير. نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت بالتنسيق مع اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت اليوم اللقاء التعريفي بأندية منظمة اليونسكو والمدارس المنتسبة لها. وهذا فاللقاء الذي يقيم بالتعاون مع مؤسسة الأصالة للتراث والثقافة والتنمية إلى تعريف 60 من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومدارس التعليم الأساسي والثانوي بآلية الانتساب لمدارس وأندية اليونسكو وفتح قنوات تواصل وتوطيد العلاقات بينها مع المنظمات الدولية، وبما يعود بالنفع والفائدة على مجتمعاتهم المحلية. وفي حفل الافتتاح عبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي عن سعادته باللقاء والمبادرة الطيبة التي ستعمل على بناء علاقات وطيدة بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية عبر البرامج التشاركية والتفاعلية، بما يحقق التكافل في كافة القطاعات. بدوره أشارت القائم بأعمال الأمين العام الدكتورة حفيظة صالح الشيخ إلى أن اختيار حضرموت بعد محافظة عدن في التعريف بمنظمة اليونسكو والمدارس التابعة للمكانة العالية التي تحتلها حضرموت وما تعكسه المحافظة من صورة مشرفة وجميلة ومتميزة ومتفردة، منوهة لأن الأندية والمدارس التي سيتم انضمامها لليونسكو يجب أن تكون مدارس نوعية وذات خصوصية وتخضع لشروط محددة. السيدات والسادة، نهاية نشرة الأخبار، أعود وأذكر بأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية ويستقبل فريق الأمم المتحدة الإنمائي. السفير باحمد يفتتح أعمال المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس 8 بجامعة ملايا الماليزية. المحافظ البحسني يفتتح مشروع تصريف الطاقة من المحطة الغازية بترو مسيلة. السيدات والسادة، من قناة حضرموت الفضائية قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.